أخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم والبداية من هدنة غزة وجولة مفاوضات مصرية تجري غدا في القاهرة وزيارة مفاجئة لرئيس أركان الجيش الأمريكي للشرق الأوسط استعدادا لرد إيراني مرتقب والدعم السريع يهدد بحكومة سودانية موازية في الخطوم والبرهان يرد عليها والحدث تفتح ملف سرقة القرن في العراق بتفاصيل حصرية ووثائق تنشر لأول مرة كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل والبداية من العناوين. بمقاطعة حماس وصول وسطاء وأطراف صفقة هدنة غزة إلى القاهرة للمشاركة بجولة مفاوضات شائكة وحاسمة. قائد أركان الجيش الأمريكي يصل الشرق الأوسط في زيارة مفاجئة تحضير للرد الإيراني ورسائل تحذير حادة. والدعم السريع تلوح بحكومة موازية في الخرطوم لنزع شرعية البرهان وفتح الأبواب لعقد صفقات أسلحة متطورة والحدث تحصل على وثائق حصرية تكشف تفاصيل سرقة القرن في العراق والمتهم الرئيس يصل تركيا قبل موعد محاكمته. السلام عليكم. جولة جديدة من مفاوضات وقف النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وصفتها القاهرة بالحاسمة. المفاوضات الموسعة سيشارك بها مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون وإسرائيليون فيما وصل وفد من حركة حماس برئاسة القيادي خليل الحية للاطلاع على المقترح المعدل الذي قدمته إسرائيل لكنها لن تشارك في التفاوض. مسؤول مصري كشف أن جولة الأحد ستكون مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنها إذ نجحت واشنطن في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي أضاف شروطا جديدة منها التأكيد على تمسكه بتحقيق جميع أهداف الحرب قبل وقف النار والبقاء في محوري فيلادلفيا ونتسليم وهو الأمر الذي ترفضه حماس. القيادي في الحركة عزة الرش قال اليوم إن حماس تؤكد التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبنية على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعلى قرار مجلس الأمن. وأضافت مصادر قيادية في حماس أنها تتمسك بأن يشمل أي اتفاق وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار ويشمل الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي وعودة النازحين والمهجرين دون قيود أو شروط وضمان إعمار القطاع وصفقة تبادل حقيقية للأسرى. والي المزيد من التفاصيل معلومات حول ما يجري في هذه الجولات من المفاوضات. هذه الجولة المرتقبة إذن ستكون في القاهرة. من القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد عثمان ومن القدس مراسلة الحدث لنا كل غاسي. أهلا بكما. أبدأ مع أحمد. إذن كل هذه الوفود ستصل إلى القاهرة ولكن وفد حماس ما نعرفه بأنه وصل بالفعل. ما المعلومات المتوفرة حول هذا الوفد في وفد حماس وما الذي قدم له أو سيقدم؟ نعم تحياتي سارة. بالفعل يعني اليوم على الرغم من عمليات ربما التكتم الشديد التي يعني تبدو واضحة خلال هذه الجولة من خلال حتى القليل جدا من التسريبات المتعلقة بما تم خلال الساعات الماضية ولكن هناك يعني تم بلورة طرح أمريكي ستقوم القاهرة ربما بنقله وفق ما تم التحدث به خلال الأيام والساعات الماضية حول بعض التعديلات التي تمت سواء على مستوى الخرائط المعدلة سواء فيما يتعلق
يتعلق بمسألة إعادة تمركز القوات، الحديث عن انسحاب ما بين كيلومتر وكيلومترين من القوات الإسرائيلية من محور صلاح الدين أو فيلادلفي الذي يجمع ما بين الحدود في ما بين مصر وقطاع غزة. كل هذه الأمور التي تبقى مجرد عناوين عامة سيتم طرحها على وفد حركة حماس الذي وصل بالفعل إلى القاهرة. المعلومات الرسمية أشارت بأن الحركة كانت يعني أكدت أكثر من مرة بأنها ملتزمة فقط بما تم طرحه من خلال رؤية أمريكية في 2 يوليو الماضي أو ما عرف بورقة بايدن أو مشروع بايدن، ولكن هناك محاولات تتم من خلال الوسطاء سواء المصريين أو القطريين لأن يكون هناك نوع من التنازل من الطرفين للوصول إلى المرحلة الأولى من هذه الصفقة أو ما أطلق عليه أيضا بسياسة سد الثغرات أو الفجوات من أجل تذليل العقبات للمرور أو المضي للمرحلة الأولى من هذه الصفقة والتي يقال بأنها سوف تتم سيتم الإعلان عنها خلال أيام. رئيس جهاز المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز وصل إلى القاهرة منذ الأمس، لم يغادر. رئيسي الشباك والموساد شاركا في اجتماع القاهرة وعدا على أن يطرحا ما تم التواصل إليه في القاهرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن ثم هناك احتمالية لعودتهما غدا في حال المضي قدما وهناك رد من حماس. المشهد يبدو يعني مرتبكا حتى الآن بأنه لا توجد أي معلومات، لا أحد يريد أن يتحدث عن مساحات من التفاؤل والتشاؤم، ولكن هناك عدد من المعطيات بأن هناك رغبة من أن يكون هناك إتمام أو إنفاذ لهذا الجزء من الصفقة. هناك من يرى بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول خلال الفترة الماضية بأن يكون هناك شراء للوقت ووضع الكثير من الشروط، بأن الكثير من الجولات التي تمت ما بين القاهرة والدوحة وباريس وروما كانت دائما ما تنتهي إلى فشل هذه المشاورات. على العموم أحمد، وفد حماس المتواجد هي الفرصة الأخيرة أو هذا ما تراه القاهرة أحمد، تجاذبات سواء المشهد السياسي في إسرائيل أو كما يطلق عليه بعض المتابعين محاولة نتنياهو لإطالة أمد الحرب للوصول إلى نوفمبر إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة. دعنا ننتقل إلى المشهد الإسرائيلي الذي كنت تتحدث عنه. إذن ما نعرفه لانا وأحمد بأن هذا المقترح الإسرائيلي كل ما جرى التباحث حوله في الجولات الماضية في الدوحة والقاهرة سابقا سيطرح الآن كمقترح وكخريطة تقدم لحماس في انتظار رد حماس عليها، ولكن أيضا هناك وفود ستحضر للقاهرة، ستصل القاهرة بينها وفد إسرائيلي. لانا، ما المعروف إسرائيليا بحسب التصريحات وبحسب ما يسرب إعلاميا كذلك حول آخر موقف إسرائيلي متعلق بمحور فيلادلفي، نتساريم، المعبر، كل هذه النقاط الخلافية الأخيرة؟ أهلا بك. نعم، بالحقيقة من المتوقع أن يصل غدا وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال هذه المباحثات. حقيقة لم يكن هناك يعني هناك شح في المعلومات بخصوص التفاصيل والرأي الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو أن المصادر الإسرائيلية تتحدث بأن إسرائيل ما زالت مصرة أن يكون هناك يعني لا سلطة للسلطة الفلسطينية ولا حتى لحركة حماس على معبر رفح. حتى الآن لم يكن هناك أي بدائل لمن ستكون السيطرة حقيقة على هذه النقطة. أيضا بما يخص ممر نتسريم وفيلادلفي، حتى الآن إسرائيل كان هناك بعض المصادر تتحدث بأن ربما هناك قبول من الجانب الإسرائيلي أن يتم الانسحاب من بعض المواقع العسكرية، ولكن أن يكون هناك تواجد إسرائيلي في بعض المناطق الأخرى، بمعنى أن فقط يكون هناك انسحاب جزئي من بعض المناطق. ولكن حتى الآن حقيقة لم يكن هناك أي مصادر من الحكومة الإسرائيلية أو أي بيانات حقيقية توضح التفاصيل، خاصة بأن طيلة الأشهر الماضية كان هناك بعض التفاصيل الخاطئة التي تنشر حتى في الإعلام الإسرائيلي عن تفاؤل وما إلى ذلك. الآن الشارع مع الإسرائيلي هذا من جهته يحاول الضغط على هذه الحكومة. لانا، دائما حينما نتحدث عن تسريبات إسرائيلية والتي توصل معلومات حول هذا التفاوض، نقصد التسريبات من المسؤولين أنفسهم. دائما هذا ما هو معلوم عن الإسرائيليين بين المسؤول مثلا نتنياهو أو بنكفير أو غيرهم، هم من يسربون فعلا هذه المعلومات. في هذه الحالة أيضا ما زلنا نتحدث عن سيناريو مماثل، عن تسريبات أشبه أو أقرب للدقة.
بالفعل كما تحدثت يعني معظم التسريبات بالأساس يعني تنقل عن مسؤولين كبار، يعني بطبيعة الحال تكون إما من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء الكبار حقيقة الذين لديهم يعني مصالح معينة بتوصيل هذه المعلومات إلى الصحف الإسرائيلية أو حتى إلى العالم. بمعنى كان هناك بعض النقاط التي أراد بنيامين نتنياهو أن يتم توضيحها إلى الشارع وأن يكون هناك إيجابية بمعنى التوجه إلى صفقة، لأن الشارع الإسرائيلي بالأساس هو غاضب طيلة الأشهر الماضية يطالب بضرورة التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. ربما هذه كانت من بعض النقاط التي يحاول من خلالها بنيامين نتنياهو أن يهدئ الشارع الإسرائيلي وأن يكسب مزيدا من الوقت. نعم، في سؤالي الأخير لأحمد أيضا، إذن الجولة التي نتحدث عنها ستنطلق الأحد في القاهرة، سريعا ما أبرز ما يتداول حول هذه الجولة، النقاط الأخيرة المتبقية التي يجري الحديث عنها مصريا؟ نعم، كما ذكرت لك يعني هناك نوع من الترقب بأن هذه الجولة قد تكون حاسمة. من وجهة نظر مصر ربما كانت الرسالة الأبرز التي كانت واضحة خلال الأسابيع الماضية وصولا إلى رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكين وغيرها من الزيارات، بأن الأمن هناك تداعيات للأمن القومي المصري وأن هناك إصرارا مصريا على أن يكون هناك عدم تواجد مباشر للقوات الإسرائيلية سواء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو على محور فيلادلفيا. يعني ربما هذه النقطة الأبرز التي يتم تداولها هنا وفي القاهرة، ومع ذلك يعني القاهرة تقوم بدورها كوسيط فيما يتعلق بمستقبل هذه الصفقة التي تسعى بأن تكون ناجحة هذه المرة، وبالتالي هذا ما سيتم تداوله غدا بموازاة مستقبل الخريطة الحدودية ما بين مصر وقطاع غزة ومستقبل الصفقة أيضا بما يسمح بالوصول إلى المرحلة الأولى من هذه الصفقة، صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. شكرا جزيلا لكما على كل هذه المعلومات. كنت معنا من القاهرة مراسل حدث أحمد عثمان، ومن القدس كنت معنا لنا كل غاسي. شكرا جزيلا لكما. وفي مؤشر الاحتمال فشل المحادثات الجارية في القاهرة والتصعيد، بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سيكيو براون زيارة لم تكن معلنة لمنطقة الشرق الأوسط اليوم لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر. وبدأ المسؤول العسكري الأمريكي رحلته في الأردن وقال إنه سيسافر أيضا إلى مصر وإلى إسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر القادة العسكريين. وتأتي زيارته في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق أو للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مقابل تبادل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وفي إسرائيل. كما أضاف أنه سيبحث مع نظرائه ما يمكنه القيام به لمنع أي تصعيد ولضمان اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتجنب صراع أوسع نطاقا. كما قال إن بلاده عززت القدرات في المنطقة لتوجيه رسالة ردع قوية ولحماية القوات الأمريكية إذا ما تعرضت لهجوم. ولم يخض براون في التكهنات إذا كانت ستقدم إيران أو أي من حلفائها على فعله، لكنه قال إنه يأمل في مناقشة سيناريوهات مختلفة مع نظيره الإسرائيلي بشأن ما يمكن أن يقوم به استنادا إلى الرد الذي قد يأتي من حزب الله أو من إيران وفق قوله. هذا وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر باعتباره مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس. وزعمت القناة أن مصر وافقت بالفعل على تسليم الخرائط المحدثة لتواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا إلى حماس. أضافت أنه خلال الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو الأربعاء الماضي وافق الأخير تحت ضغط من الرئيس الأمريكي على إخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية. بحسب المصدر ذاته تعهد نتنياهو بأنه إذا حصل
على موافقة حماس ببقاء قوات الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا، فإنه ينسف الصفقة معها بسبب محور ناتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وسيقبل بالحل الأمريكي الذي سيمنع عبور المسلحين الفلسطينيين والأسلحة إلى الشمال خلال ممر ناتساريم، وأنه سيتنازل عن مطلب إقامة نقاط تفتيش أو مواقع عسكرية تحت سيطرة الجيش الإسرائيلية. إذن نناقش إذن كل هذه التطورات المتعلقة بهذه الجولة الجديدة من المباحثات والتي ستكون في القاهرة، هذه الخرائط على ما يبدو والمقترح الإسرائيلي الذي سيسلم لحماس والرد رد حماس المنتظر. ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد وايس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون، كما ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي شلومو غانور، ومن القاهرة الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من القاهرة الدكتور محمد. دكتور محمد، إذن نتابع مؤشرات هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي ستجري في القاهرة والحديث عن خرائط، ولكن ما يقال الآن بأن حماس ستتسلم فعلا مقترحا إسرائيليا وخرائط محدثة تتعلق بفيلادلفيا ناتساريم وبالمعبر، هل هناك الكثير من المعلومات التي يمكن أن نتحدث عنها عن والمتعلقة بالمقترح الإسرائيلي؟ هل توضحت الصورة حول هذا المقترح؟ لم تتضح الصورة بعد، لأنها لا تزال تخضع لمساومات ولضغوط. الرئيس بايدن كان اتصل بالأمس بكافة الأطراف، إذن ما هناك أمور ما زالت عالقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي لا زال يصر على تحقيق الحد الأقصى من مطالبه التي بدأت منذ 2 يوليو حتى الآن، وحماس تريد تعديل هذه الرؤية، والضغوط الأمريكية التي الاتصالات الأمريكية الأفضل أن يقال كذلك وليست ضغوطا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما أسفرت عن تعديلات طفيفة فيما يتعلق بالوجود العسكري لإسرائيل في ممر فيلادلفيا، وهذه قضية أيضا مصرية وليست خاصة بحماس. وهناك تعديل وخرائط يقال أنها تم الاتفاق عليها سيتم تمريرها إلى حماس. أعتقد القضايا الأخرى العالقة يمكن أن تقدم فيها تنازلات ويمكن أن نصل إلى حلول وسط، يعني قضية عدد الأسرى أو المختطفين الإسرائيليين الذين يفرج عنهم بداية من الأسبوع الأول. أعتقد المطالبة بزيادة العدد ربما يكون فيها نوع من التفاوض، الإفراج عن العدد الذي يفرج عنه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسماء المفرج عنهم أعتقد يمكن أن يقدم فيها تنازل. لكن القضية الأساسية هي قضية الوجود العسكري هناك، بالإضافة اسمح لي دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ما تطلبه إيماء حماس من إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل. أعتقد هذه نقطة يمكن أن تبحث على مسار الوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، ولا يمكن أن يكون هناك تعهد بهذا الشكل. ومن يضمنه؟ الجيش الإسرائيلي أعلن مرارا أن حتى لو انسحبت قواته من داخل المناطق السكنية لديه القدرة على العودة مرة أخرى إذا ما استشعر من هناك تحقيق مكسب عسكري يمكن أن يراه هو من وجهة نظري. نعم، إذن ليس ثمت الكثير من التسريبات حول طبيعة هذا المقترح الإسرائيلي مثل ما ذكرت الدكتور مجاهد الزيات. وننتقل للسيد شلومو غانور، دائما في إطار هذا المقترح الإسرائيلي والخرائط الإسرائيلية التي ستقدم لحركة حماس وهي متواجدة الآن في القاهرة للاطلاع عليها، خرائط ومقترح تتعلق بكل جولات التفاوض وليس بالجولة الأخيرة فقط. قيل إن نتنياهو كان وافق على تغيير ما يتعلق بمحور فيلادلفيا والانسحاب لكيلومتر واحد، يعني كنا نتحدث عن 14 كيلومتر صار يتحدث عن 13، ليس بالتغيير الكبير، ولكن هل تبدو بحسبك معلومات دقيقة هل فعلا كان تخلى عن هذا الكيلومتر؟ أعتقد أن هناك هنا في القدس بلبلة معينة وربما تنعكس أيضا على القدس وعلى القاهرة وسائر العواصم الضالعة في المحادثات حول هذا الموضوع. البيان الأخير الذي صدر عن ديوان نتنياهو قبل ساعتين ينفي ويبدد جميع الأقاويل حول انسحاب إسرائيلي أو تنازلات إسرائيلية. البيان يقول بالكلمة الواحدة ويقول بأن إسرائيل ستواصل السيطرة والإشراف على كل
محور فيلادلفي ويقول بالتحديد من كرم شالوم أي النقطة الإسرائيلية وحتى شاطئ البحر أي على طول 13 ونصف كيلومتر القوات الإسرائيلية، هذا حسب التفسير الأخير للبيان الإسرائيلي الصادر عن نتنياهو، وهذا بغض النظر عن التسريبات الأخرى المتناقضة والتي تقول بأن إسرائيل قدمت الخرائط. فعلا قدمت الخرائط، السؤال كيف يجب قراءة هذه الخرائط؟ أين هي التنازلات التي قدمت والتي وافقت عليها مصر ومن ثم وافقت على تقديمها إلى حماس؟ وسؤال آخر هو هل وصول الوفد الحمساوي إلى القاهرة معناه حضوره غدا القمة؟ وهذا هناك فرق شاسع. هل حماس ستصل وستحضر القمة وستبدأ المفاوضات الفعلية الجدية حول ما تقول حماس بأنها ستطلع هذا المقترح الإسرائيلي أو ما نتج عن كل الجولات السابقة خاصة الجولة الأخيرة في الدوحة؟ ولكن قبل ذلك سيد شلومو، ماذا إن كان كل ما ينقل من مكتب نتنياهو وتصريحات رسمية من نتنياهو ليست الحقيقة الدقيقة فعلا؟ ماذا إن كان ما يقال في الاجتماعات بين الإسرائيليين والأمريكيين خاصة في الاجتماعات المغلقة مختلف عما يسرب ويقال لحلفاء نتنياهو؟ ربما هو فعلا قدم هذه التنازلات، ألا يبدو هذا الأمر كذلك منطقيا؟ أعتقد أن كل الفرص وكل الاحتمالات واردة في الحسبان، ولكن تسريب هذه المعلومات في هنا في بالأخص داخل إسرائيل وصدور بيان رسمي عن ديوان نتنياهو يستهدف الأذن الإسرائيلية أي وخاصة القاعدة السياسية التي يعتمد عليها. إذن هو يغازل المتشددين، ولكن ربما ما يقال مع الأمريكيين مختلف ويتنازل فعلا. ربما، وهذا ما سيتم اختباره أثناء المفاوضات، ولكن علينا أن نذكر بأن نتنياهو يراعي بالدقة بالدرجة الأولى ليس المفاوضات، ولكن يراعي بالدرجة الأولى الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، ومن هنا القصد في نشر مثل هذا البيان الذي يستهدف الإسرائيلي وبالذات أعضاء حزب الليكود وأيضا الحزبين المتشددين برئاسة سموتريتش وبنفير في بهدف حماية وصيانة وضمان استمرار حكومة الائتلاف الحكومي الحالي. بالنسبة لسير المفاوضات فهذا هو شأن آخر، وربما سنتحدث عن سير المفاوضات مع ضيفنا سيد ريتشارد. دعنا نشكر كذلك سيد ريتشارد من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن في هذا النقاش. بالنسبة للأمريكيين، هل نحن أمام جولة جديدة فاشلة ربما في هذا التفاوض بين حركة حماس وبين إسرائيل لوقف النار وتبادل الأسرى، أم هناك مؤشرات بالفعل ترصد لإحراز تقدم ما؟ I would say there are suggestions. ما أستطيع أن أقوله أن ثمة مقترحات بشأن تقدم محتمل، لا سيما فيما يخص ما يصدر في واشنطن، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون مختلفة عن سابقاتها. طبعا طلعنا على التصريحات بأن هناك إشارات حول تقدم محتمل، ولكن لا تظل هناك فجوات كبيرة بين حماس والقيادة الإسرائيلية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الوسطاء، لست متأكدا بشأن السبل الكفيلة بتجاوز هذه الفجوات، لا سيما أن الطرفين يريان أنهما قادران على مواصلة الحرب بدلا من الموافقة على نوع ما من وقف لإطلاق النار الآن. نعم دكتور مجاهد، هل فعلا بالنظر للتطورات الحالية الطرفان يبحثان عن استمرار الحرب، خاصة نتحدث عن حركة حماس؟ دعيني أولا أشير إلى ملاحظة مهمة. إذا كان الرئيس بايدن قد انخرط بهذا العمق
في هذه الجولة بالتحديد ويركز عليها لأهداف خاصة بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، وإذا كانت الاتصالات كلها تقول أو المؤشرات أن هناك خرائط جديدة، لا يعقل أن تكون الخرائط الجديدة تتفق مع ما يقوله نتنياهو، لأنه رفع سقف التفاوض وسقف الموافقات إلى بداية التفاوض منذ عدة شهور. بالتأكيد هناك تنازلات، وكما قال السيد شالومو أنه لا يريد أن يعلن عن هذه التنازلات، لكن ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لحماس ويتضمن جديدا عما جرى في الجولة السابقة؟ بالتأكيد هناك تنازل ما يمكن أن يرضي حماس ويتم. ودعيني أشير إلى أن زيارة رئيس الأركان الأمريكي المفاجأة للمنطقة ليست بقصد، تسير أيضا في ضمن المخطط الأمريكي لإقناع نتنياهو وإسرائيل بأن القوات العسكرية الأمريكية في أشد بعظمتها كلها ستساندكم في مواجهة أي عدو أو أي ضربة إيرانية، وبالتالي من الضروري أن نوقف إطلاق النار حتى لا يحدث ذلك. أعتقد كلها تحشد أمريكي بالضغوط على نتنياهو، وأعتقد أن هناك تنازلات يمكن أن تدفع حماس للقبول وليس لاستمرار الحرب. نعم، ولكن ما يقال من حماس اليوم مختلف. حماس عادت إلى أول شروطها، تتحدث عن وقف تام كامل وفوري للنار، عن انسحاب كامل وليس تدريجي، وتتحدث كذلك عن أن ينتقل الجميع من الجنوب إلى الشمال دون قيد أو شروط أو رقابة. إذن هي تتحدث عن الشروط الأساسية التي كانت مقترحة بالفعل حتى في المقترح الأمريكي الذي طرح على الجانبين الإسرائيلي وحماس، وهذا مختلف عما تتحدث عن إسرائيل اليوم. لا، من الطبيعي أنها تعلي السقف وتعود للبداية حتى 12 يوليو كما طرحت إسرائيل السقف الأعلى، هذا بداية سقف تفاوض. لكن الوسطاء يقومون ولديهم شيئا ما يقدمونه، وأعتقد أنها يتم تسديل وسد الفجوات الموجودة بين موقف الطرفين، لكن كل طرف يدرك أن أقصى ما يطرحه لا يمكن تحقيقه بهذا الشكل، ولا بد أن يتم تنازل. هذا هو شكل التفاوض الذي سيجري خلال هذه الأيام. نعم، نحاول أن نفهم حقيقة، وبالرغم أن التسريبات قليلة جدا لا تتحدث عن الكثير من التفاصيل، ولكن يجي الحديث عن فيلادلفيا وعن تراجع عن كيلومتر واحد ثم نفي هذا الأمر من مكتب نتنياهو. كذلك كان يجي الحديث عن تفاهم ما أو مقترح أمريكي متعلق بنت ساريم، وهنا أنتقل لسيد شلومو غانور، حينما يقال إسرائيليا أن ثمة حل أو مقترح أمريكي متعلق بنت ساريم، هل هناك معلومات مسربة ربما في الداخل الإسرائيلي أو متوقعة بحسبك؟ نعم، هناك أيضا نفي لنتنياهو، لديوان نتنياهو، لمثل هذه الأقاويل التي ذكرت بأن هناك اقتراح أمريكي أو اقتراحات أثناء المفاوضات بنشر قوات دولية لمراقبة ومتابعة سير التنقل السكان من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، ولمنع المسلحين من حماس بالتوجه إلى الشمال، وذلك عوضا عن الاقتراح الإسرائيلي لفرض آلية لمراقبة هؤلاء المتنقلين وبإشراف إسرائيلي فعال. إذن ما الجديد الذي كان في الخريطة التي ستقدم لحماس إن كانت نفس الشروط هي ما زالت إسرائيلية ولم يحدث أي تقدم من الجانب الإسرائيلي؟ كل ما تحدثنا عنه، كل التسريبات نفاها مكتب نتنياهو، إذن لا جديد. نتنياهو مرة ثانية نفى مثل هذه التسريبات وقال بأنه لا وجود لانتشار قوات دولية، وأن هذا الموضوع لا يزال، وأن إسرائيل أي نتنياهو شخصيا الذي يوجه الوفد الإسرائيلي وسير المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي مصر على مواقفه بالنسبة لمحور فيلادلفيا، معبر رفح، وأيضا نتنياهو، أي لا تحرك أو لا زعزعة في الموقف. سيد شلومو، هذا يعني لا خريطة جديدة؟ هذا كان سؤالي واستغرابي حقيقة، هذا يعني لا خريطة جديدة ستقدم لحماس؟ وكيف يمكن الوثوق فعلا بكلام نتنياهو إن كان حتى بن كفير وبعض الحلفاء المقربين من نتنياهو لم يكونوا قادرين على الوصول إلى الخريطة أو على المقترحات وما تضمنته سابقا؟
أعتقد بأن هذا السر التكتيكي الذي اتبعه نتنياهو في إدارة المفاوضات، ليس في هذه المفاوضات بل في إدارة جميع المفاوضات التي أدارها خلال حكمه في الشؤون المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك لإضعاف قوة المناورة للطرف الثاني وجعل التنازل وتقديم التنازلات وإدخال الطرف الثاني إلى حيرة بالنسبة للموقف الإسرائيلي الحقيقي. أعتقد بأن هذا هو سر وتفسير لما يقوم به نتنياهو من تأييد ودفي ومن ثم التعهد أو رفض، أو أنه ممكن أن نقول أنه تاجر في الكلام وهو يستطيع بيع وتوريد كل بضاعة لكل من يريد الاستماع إليه وإقناعه بموقفه، أي بأنه على استعداد للاستجابة. ولكن الحقيقة هي بقيد الاختبار على الأرض، وعلينا الانتظار لنرى ما ستنتج عنه قمة القاهرة غدا. ولكن أضيف هنا معلومة جديدة، وهي أعتقد بأنه ممكن أن تدخل الحوار هذا إلى مسار إيجابي في تقييم الأمن السياسي الذي أجراه نتنياهو ومع قادة الأمنيين والسياسيين اليوم بالرغم من قدسية السبت. يتضح بأن هناك أولا لا نية للسنوار بتقديم التنازلات أو المجيء إلى طاولة المفاوضات، وأنه يعلق الأمال على نشوب حرب إقليمية باشتراك حزب الله وإيران، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك نتيجة التقييم الأمني بأن حزب الله عازم على القيام بهجوم على إسرائيل قريبا بدون تحديد موعد وبدون التنسيق مع إيران، أي بدون أن تشارك إيران في نفس الوقت بهذا الهجوم. من هنا مجيء رئيس الأركان الأمريكي بصورة مستعجلة للمنطقة، والمفاوضات والاتصالات التي سيجريها غدا هنا في إسرائيل للاطلاع على مدى جهوزية إسرائيل ومدى التنسيق الإسرائيلي الأمريكي لصد أي هجوم سواء من قبل حزب الله أو إيران أو كلاهما معا ضد إسرائيل. سيد ريتشارد، إذا زيارة لرئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي للمنطقة للكثير من العواصم في هذه المنطقة، زيارة لم تكن معلنة سابقا، ما تفسيرك لهذا التحرك الأمريكي؟ هل صحيح بأن ثمة مؤشرات أمريكية بأن الضربة الإيرانية قريبة ويجري التحضير لردعها أو الرد عليها؟ Well, we've seen signs. لقد شهدنا مؤشرات تفيد بأن الإيرانيين وحلفاء إيران مثل حزب الله تحديدا كانوا يستعدون للرد، ولكن ليس لدي أي صورة واضحة بشأن ظهور إشارات جديدة. رأينا تصريحات من قبل بعض الخبراء بأن ربما التوتر ينخفض، ولكن أعتقد أن هذه الزيارة هي إشارة بأن التهديدات لا تزال عالية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الإبقاء على أطراف المنطقة، تركز على هذا الاحتمال، وهذا أهم بكثير من زيارة أو هناك في الواقع وصول حاملة الطائرات الأمريكية الثانية المنطقة، وهذه وصول حاملة الطائرات هي إشارة أقوى بكثير من زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي. وطبعا لدى الولايات المتحدة حاملة طائرات في المنطقة، وهذا ما يسمح لها بأن تكون قادرة على إسقاط الصواريخ والمسيرات التي تنطلق من أراضي إيران أو من اليمن أو وكذلك ربما من العراق.
وبالنسبة لحزب الله فإن الحدود بين لبنان وإسرائيل لا تزال طبعا تمثل تحديا كبيرا، ولدى حزب الله الكثير من الصواريخ، والمسافة بين لبنان وإسرائيل قصيرة، وليس واضحا ما مدى المساعدة التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لإسرائيل بهذا الشأن. لكن الولايات المتحدة تسعى دائما لخفض التوتر والتعويل على هذا الانتشار العسكري في المنطقة. نعم، السؤال الأخير لك دكتور مجاهد الزيات، نعود مرة أخرى إلى تفاصيل الحوار أو المقترح ربما الإسرائيلي الذي يقدم مع الخرائط التي كذلك ربما ستقدم لحماس في زيارتها للقاهرة، أو وفد حماس في زيارته للقاهرة. يجري الحديث عن هذا المقترح ولكن سيقدم لحماس، ألا يبدو مستغربا بأن كل الحديث عن غزة، عن فيلادلفيا، نتسارين، المعبر، الوجود الإسرائيلي في القطاع يجري توجيهه لحركة حماس فقط؟ أين السلطة الفلسطينية؟ لا لا، هو الحديث كله في ما جرى من تفاوض، جرى أولا على تغيير الموقف أو التعنت الذي يبديه نتنياهو في الحديث على في التفاوض، وكانت الموقف المصري واضحا بالنسبة لفيلادلفيا وبالنسبة لمعبر رفح، ورفضت الضغوط التي فرضت التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص. وتحدث الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن في ضرورة الاستجابة وتقديم تنازلات من نتنياهو، لكن يبدو واضحا أن نتنياهو لا يسعى إلى وقف إطلاق النار ويطرح أفكارا لهدم التفاوض ولا يستجيب للولايات المتحدة الأمريكية. دكتور مجاهد، لا أتحدث عن الموقف المصري حقيقة هنا، لا أتحدث عن الموقف المصري ولكن أتحدث عن المقترحات، ما اطلعنا عليها من تسريبات لم يجي الحديث فيها بوضوح عن دور للسلطة الفلسطينية. كان يجي الحديث، لأكون دقيقة هنا وصادقة، كان يجي الحديث فقط عن دور أوروبي زائد دور مراقب للسلطة الفلسطينية، وحتى هذا لم يمرر ولم يجي الحديث عنه بشكل كبير. إذن السلطة الفلسطينية غير واضحة في كل هذا النقاش. السلطة الفلسطينية ليست طرفا في التفاوض وليس لها حضور. السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون حاضرة إذا تحدثنا عن اليوم التالي في غزة، ولكن غزة ليست لحماس. نعرف بأن السلطة الفلسطينية يجب في مرحلة ما أن تعود إلى هذه المنطقة. بالتأكيد بالتأكيد، لكنني أجيب على الجزء الذي سألتيه، لأن الضغوط تمارس على حماس فقط، لا هناك ضغوطا من طرف واحد يملك الضغط على إسرائيل وهي الولايات المتحدة. لم أذكر الضغوط إطلاقا بالفعل. دكتور مجاهد اعذرني، لم أتحدث عن الضغوط، أنا قلت كل المقترحات، كل ما يجي الحديث عنه هو يوجه فعلا لحركة حماس، لم يجي الحديث فعليا بوضوح عن دور للسلطة الفلسطينية، ما دورها؟ هل ستكون مسيطرة، مراقبة، أين هي؟ متى يكون لها دور؟ نحن نتحدث عن مفاوضات يمكن أن تنتهي إلى وقف إطلاق النار. السلطة تتحرك الآن في محاولة للتواجد داخل غزة حتى تكون بديلا، يمكن أن يسحب كثيرا من مبررات الطرف الإسرائيلي من أن تكون حماس لا تزال هي تدير القطاع ويريد أن يكون هناك طرفا آخر يديره. السلطة تتحرك على هذا الأساس، وكان هناك قبولا أمريكيا بذلك، لكنه لا زال هناك تعنت إسرائيلي فيما يتعلق بها، وأعتقد أن هناك موقفا من السلطة يجب أن يتصاعد خلال المرحلة القادمة ليقدم البديل في حالة ما اتفق أو حماس وافقت على أن تكون هناك مشاركة أو دورا لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة بعد وقف إطلاق النار. شكرا جزيلا لكم جميعا. في الحقيقة النقاش هذا الملف يحتاج الكثير من الوقت، ونحن في انتظار هذه الجولة الجديدة في القاهرة، وربما ستكون هناك بالفعل أي تغييرات جديدة أو تقدم يحدث في هذه الجولة من القاهرة. كنت معنا الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان معنا كذلك من واشنطن ريتشارد وايتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون، ومن القدس المحلل السياسي شلومو غانور. شكرا. وبرنامج الأخبار الليلة مستمر في بعد الفاصل. البرهان يؤكد أنه لن يقبل بتوسيع منبر جدة وفتح موضوعات جديدة للحوار مع قوات الدعم السريعة. Bye.
القارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. في تصريحات لافتة قال مستشار قائد قوات الدعم السريع البشطبيق أن تعنت قيادة الجيش ورفضهم للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم لتتطلع بدورها تجاه حماية المدنيين ولنزع الشرعية من البرهان الذي يحكم فقط نحو 20% من تراب السودان وفق قوله. وأضاف في تغريدة له على منصة إكس أن الحكومة ستقوم بإنشاء علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول وعقد صفقات لشراء طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي متطورة تستطيع تحييد طيران الجيش ولتأسيس نظام مصرفي لحماية اقتصاد وأموال المواطنين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وأن كل الخيارات ستكون مفتوحة في الأسابيع المقبلة. ومن جهته قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الولايات المتحدة قدمت دعوة منقوصة لمحادثة جنيف التي تهدف إلى تبييض وجه قوات الدعم السريع ورعاية إعادتهم للمشهد وفق قوله. وأضاف البرهان أنه لن يقبل بتوسيع منبر جدة أو بفتح موضوعات جديدة للحوار مع قوات الدعم، وأشار إلى أن السودان يواجه مؤامرة دولية وإقليمية تم فيها الاستعانة بمرتزقة لتنفيذ أجندتها. وشدد البرهان على أن الحرب ستستمر ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب والعودة إلى ما قبل مايو 2023. المفاوضات أو اللحاق في جنيف ما قدروا منه الناس، وما زالوا يحاولوا وما زالوا متواصلين مع جهات كثيرة، لكن إحنا كلامنا أفضل لن نتراجع عنه ولا عندنا أي فرصة والحرب
والشان الإنساني. هذه الاثنين المفروض يكون واضح. ما عندنا دون ذا. إحنا متزمين 100% لأنه إذا قمت إعلان جدة حل حديث. إعلان جدة في هذا الموضوع فيه الناس يتغطون. إذا قمت إعلان جدة الناس حتمشي. يعني الاثنين ذي والمطار لأن الناس نفسهم عايزين يكون عليهم جدة. لن نسمح بأن هذه الميليشيا تقوم تاني وتتوعد وتتفاوض. ما في كلام ذي. على العموم إحنا دير الشعبين الأساسيين والشعبين الناس في هذه الفترة. الحرب إحنا كله في أمانة استطعنا أن نعيد وننشئ أهدافنا العسكرية بصورة أفضل. إلى الآن ممكن أفضل من الوقت اللي بدأ فيه الحرب. ما أقول أحد خيارات بتاعت والله من سعيد من الحكومة من سعيد من الفاشل. ما أقول الكلام ده لم يكون مقبول لأن الناس تحصل مرايطة وحصل أي تقسيم للسودان. في ناس ساعين إنه ما يقدروا يجوا من السوال لثلاثة الفاشل يشيلونا في القوات المشتركة والحكومة الجديدة واللي يشيل القوات المسلحة والمناطق الثانية يشيلوها من المغربيين. طبعا كلام أحلام وتكون في ناس مخططة وتكون في ناس مخططة في هذا الأمر. لكن برضه نحن نقول هذا الأمر أصلاً ما طرح ولم نسعى إلى حد أن نطرح مثل هذا الطرح. هذا الطرح يمكن السودانيين لأن ما في زوج يقبل الكلام. نحن السودان واحد دولة واحدة ما في زوج يقبل هذه البلد. تتحسن ولم نسعى أن تقام تجارة أو تحقق أحلام قديمة كنا نسمع بها سنة 86 وسنة 96 تمام. ولمناقشة هذه التطورات السودانية السياسية بالدرجة الأولى من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوداني فايز الشيخ سليك. سيد فايز أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذا تابعنا معك هذه التصريحات لقائد الجيش وقائد مجلس السيادة البرهان في مقابل تصريحات أخرى كانت نقلت لمستشار حميدتي الطبيق الذي تحدث عن إنشاء حكومة في العاصمة السودانية الخرطوم. هل يبدو جدياً تهديد قوات الدعم السريع بإعلان حكومة في الخرطوم، حكومة موازية؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناة الحدث أينما كانوا. هذه التصريحات بدون شك هي تصريحات تصب في باب التصعيد وفي باب التصعيد السياسي وربما التصعيد العسكري، والذي سبق أن أعلنه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أيام مفاوضات جنيف أو محادثات جنيف، حيث قال بأن خيار التصعيد أمامه موجود. تشكيل حكومة في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع أو من قبل الجيش هي بداية حقيقية للانقسامات في السودان وبداية لتشكيل واقع سياسي جديد بتشكيل سلطات، ويكون السباق حول الشرعية إن كان من الداخل أو الشرعية من الخارج، وهذا سيعيد سيناريوهات موجودة في المنطقة مثل سيناريو ليبيا الذي كانت هنالك حكومة الشرق وحكومة الغرب. هذا الواقع لن يخدم السودان ولن يخدم وحدة السودان بقدر ما يخدم التصعيد والتشظي، وهو موقف لا يجد الترحيب من أي شخص عاقل. كيف تفسر حديث قوات الدعم أو مستشار قوات الدعم عن الخرطوم؟ لماذا الخرطوم؟ الخرطوم تحديدا مختلف حول مساحة سيطرة قوات الدعم السريع في مقابل مساحة سيطرة الجيش السوداني، من غير واضح من يسيطر فعليا على هذه المنطقة. إذن لماذا تتحدث قوات الدعم السريع عن العاصمة الخرطوم؟ قوات الدعم السريع تريد أن تقول نحن من نحكم السودان ونحن من نسيطر على السودان، باعتبار أن الخرطوم هي العاصمة المعروفة ولها رمزيتها. حقيقة على الأرض الدعم السريع يسيطر على أكثر من 80% من مدينة أو محافظات الخرطوم. إذا كان قسمنا الخرطوم إلى ثلاث كما هو معروف، الخرطوم وبحري وأم درمان. في بحر أيضا الدعم السريع يسيطر على مساحات واسعة إلا بعض الجيوب للجيش في بعض المناطق العسكرية. أم درمان تكاد تكون مناصفة بين الطرفين، الجيش يحتل أو يسيطر على معظم المناطق الواقعة في أم درمان القديمة وحتى شمال أم درمان وغيرها، بينما يتواجد الدعم السريع في غرب أم درمان. المقصود من كل ذلك أن يقول نحن السلطة الشرعية، نحن الخرطوم هي العاصمة، لكن هذا الحديث بالتأكيد لن يكون فعالاً
إذا على الأرض، لأنك إذا أنت اخترت مثلا عاصمة مثل الخرطوم ستكون تحت قصف الجيش، ستكون تحت القصف الجوي، القصف المدفعي، لأن قوات الجيش ليست بعيدة عنك. مثل نعم، ولكن سيد فايز ربما تبعت تصريح أو كانت تغريدة في الحقيقة للطبيق، قال فيها إن هذه الحكومة التي ستعلن في الخرطوم العاصمة ستتحدث أو ستتناول الشق الإنساني، ولكن ذكر أيضا مسألة السلاح وصفقات السلاح. إذن ثمة ترتيب كبير على ما يبدو للحصول على هذه الأسلحة في مواجهة سلاح الطيران التابع للجيش السوداني. نعم، هذه المسائل هي التي أثارها مستشار قائد قوات الدعم السريع. كما قلت، هي ستكون مدعاة للسباق حول الشرعية. نعم. من هو الشرعي؟ البرهان يتحدث عن شرعيته، لذلك يرفض أن يسمى بقائد الجيش، بينما يطالب بأن يسمى برئيس رئيس مجلس السيادة أو رئيس الحكومة أو أي صفة تمنحه الشرعية. نعم. على الأقل الدولية أو على محافل الأمم المتحدة مثلا في شهر سبتمبر القادم، البرهان سيكون حريصا على الذهاب إلى نيويورك حتى يشارك كرئيس مجلس السيادة، وهو أمر مؤسف أن يتسابق الطرفان على شرعية أصلا هي لا تسندها أي شرعية على الأرض أو على الواقع. نعم، ولكن تحدثت عن نقطة مهمة، نعرف بأنك ستتحدث عن شرعية الشعب السوداني التي تقدم للطرفين أو لأي طرف وهي المهمة، ولكن هناك شرعية دولية ما نعرفه جيدا أو يقرأ الآن بأن ثمة توجس أو ارتياب أمريكي من ما يقال أنه تقارب بين روسيا والجيش السوداني. هل يمكن أن تستغل قوات الدعم السريع هذا الأمر لفرض واقع ما، حكومة فعلا موازية أو تحرك سياسي مختلف عن الحكومة؟ نعم، قوات الدعم السريع تسعى إلى إيجاد شرعية حتى بدأتها من على المستوى الإقليمي، مثلا على مستوى أفريقيا لا علاقات مع أثيوبيا، مع كينيا، مع جنوب السودان، مع يوغندا، حتى مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا أو مع جنوب أفريقيا ورواندا. الزيارات كانت معروفة، ويستقبل قائد الدعم السريع مثله مثل قادة الحكومات أو رؤساء الحكومات. أيضا الدعم السريع يحاول، ولكن هذه المرة نتحدث عن الشرعية الأمريكية وهذه مختلفة. نعم. مختلفة عن الشرعية الإفريقية أو القارية. نعم، يحاول مثلا على التناقض مع روسيا مثلا وإيران وتركيا، هذه الدول التي تحاول أن تجد لها موطئ قدم في البحر الأحمر. لكن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون سهلة، مثلما أشار قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في حديثه بأن هنالك مؤامرة وأن أمريكا هي وراء هذه المؤامرة وأنها هي التي تريد مثلا الدعم السريع يريد أن يستفيد من هذا الواقع. لا أعتقد، لأن معظم مواقف السلطة الأمريكية كانت ضد الدعم السريع، بيانات الكونغرس، العقوبات التي أصدرت على معظم قادة الطرفين كانت استهدفت قوات الدعم السريع، إضافة إلى ما سجل الدعم السريع من انتهاكات في حقوق الإنسان. هذه المسألة لن تجعل أمريكا بهذه السهولة أن تعترف مثلا بهذه السلطة. هذه السلطة يمكن الاعتراف بها فقط في كسلطة أمر واقع إذا استطاعت أن تدحر الجيش، إذا استطاعت أن تحقق انتصارات عسكرية كبيرة، مثلا أن تطرد الجيش من مقراته في المدرعات، في المهندسين، في وادي سيدنا، في كرري وغيرها من المناطق. ولا أعتقد بأن هذه ستكون مهمة سهلة أو مهمة يسيرة أو على الأقل. نعم. على المستوى القريب هذه المسألة هي كلها بحث عن شرعية. نعم، لكن لا أعتقد بأن الشرعية ستكون بهذه السهولة، والأهم. نعم. من ذلك هي شرعية المواطن السوداني. ماذا ستقدم قوات الدعم السريع إذا أرادت أن تقدم للمواطن السوداني؟ عليها أولا أن تنسحب مثلا من بعض القرى وبعض المناطق غير الموجود فيها، وهذا كان وارد في منبر جدة كواحدة من البنود فعلا سيد فايز. ولكن دعني أنتقل. نعم. معك إلى نقطة أخيرة، من بين تصريحات البرهان والتي ربما يمكن إضافتها عن التصريحات السابقة، تحدث عن ما يشبه ترويج لمقايضة الفاشر بالخرطوم، هو اتهم قوات الدعم السريع بترويج هذه الفكرة. هل هذا الأمر مطروح؟ وما الذي يعنيه الأمر أن يخرج الجيش من الفاشر وأن تخرج قوات الدعم السريع من الخرطوم؟ هل هذا المقصود؟
لا، هذا ليس واردا على الإطلاق. بالعكس، قوات الدعم السريع وجدت تهديدات ووجدت رسائل من الولايات المتحدة ومن عدة دول بأن لا تقرب من الفاجر، وحتى من مدينة مدني قبل أشهر. لكن قوات الدعم السريع سيطرت على الجزيرة وعلى مدني، وها هي الآن تحاصر مدينة الفاجر. لا توجد أي مقايضة بمثل هذه المسائل. لكن إذا قوات الدعم السريع استطاعت أن تسيطر على مدينة الفاشر، نعم ستخلق واقعا جديدا، ويمكن أن تتحدث عن حكومة مثلا ليس بالضرورة أن تكون عاصمتها الخرطوم، يمكن أن تكون نعم. أي مدينة في وسط السودان غير الخرطوم، لأن الخرطوم عمليا لن تصلح لعاصمة، بدليل أن البرهان ترك الخرطوم وكل جيشه وقياداته وتركت الخرطوم. نعم. حتى حمدان أيضا لا يوجد، وذهب إلى بورسودان. شكرا جزيلا. نعم. واشنطن. نعم. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي السوداني فايز الشيخ سليك، شكرا جزيلا، ونلقاكم على الساعة الثانية من الأخبار ليلة. السلام عليكم. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم ونهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف. انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم
يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من هدنة غزة وجولة مفاوضات مصرية تجري غدا في القاهرة، وإلى الزيارة المفاجئة لرئيس أركان الجيش الأمريكي للشرق الأوسط استعدادا للرد الإيراني المرتقب والدعم السريع تهدد بحكومة سودانية موازية في الخرطوم والبرهان يرد عليها، والحدث تفتح ملف سرقة القرن في العراق بتفاصيل حصرية ووثائق تنشر لأول مرة. إذن كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. بمقاطعة حماس، وصول وسطاء وأطراف صفقة هدنة غزة إلى القاهرة للمشاركة بجولة مفاوضات شائكة وحاسمة. قائد أركان الجيش الأمريكي يصل للشرق الأوسط في زيارة مفاجئة، تحضير للرد الإيراني ورسائل تحذير حادة. والدعم السريع تلوح بحكومة موازية في الخرطوم لنزع شرعية البرهان وفتح الأبواب لعقد صفقات أسلحة متطورة. والحدث تحصل على وثائق حصرية تكشف تفاصيل سرقة القرن في العراق، والمتهم الرئيس يصل تركيا قبل موعد محاكمته. السلام عليكم. سرقة القرن سرقة قام بها رجل الأعمال العراقي نور زهير لمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي من أموال الأمانات الضريبية التابعة لشركات أجنبية والمودعة في المصارف العراقية الحكومية. سرقة القرن اشترك فيها عدة أشخاص بينهم رجال أعمال وشخصيات نافذة، عبر الاحتيال والتزوير وصلت قيمة المبالغ الإجمالية المسروقة لنحو 8 مليارات دولار. إذن هرب نور زهير من العراق ومعه غالبية المتورطين، وألقي القبض على بعض منهم. الحكومة العراقية قالت إنها استردت جزءا قليلا من هذه المبالغ المسروقة والتي كشف عنها قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي. إذن عرب سرقة أموال العراقيين هو رجل الأعمال نور زهير، الذي يعد الآن الشخصية الأكثر شهرة في العراق. ظهر مؤخرا في مقابلة تلفزيونية يدافع عن نفسه ويؤكد أنه سيحضر المحاكمة المقررة الثلاثاء المقبل، مطالبا بأن تكون علنية. إذا نور زهير يقول أنه مظلوم وأنه أو إن ما قام به ليس سرقة، وإنما هو شراء صكوك من وسطاء لشركات أجنبية بهدف الحصول على عمولة لشركته المعروفة باسم القانتلية الصرافة.
كشفت مصادر الحدث أيضا أنه في 26 من فبراير عام 2016 أصدر رئيس الحكومة العراقية الأسبق حيدر العبادي الأمر الديواني 3074 بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع المعاملات الخاصة بالأمانات الضريبية والجمركية ابتداء من يناير 2015. وتفيد مصادر الحدث بأن هناك أمانات ضريبية أخرى سرقت خلال عام 2015 إلى 2016، وكان منفذو هذه السرقة هم شخص يدعى وهب والآخر أبو حمد وشخص يدعى حميد. الحدث وضمن تغطية خاصة تفتح هذا الملف اليوم بوثائق حصرية وتفاصيل لم تعرض من قبل. ابقوا معنا. أفاد مصدر أمني للحدث أن رجل الأعمال العراقي نور زهير غادر لبنان أمس بجواز سفر أردني متوجها إلى تركيا بعد أن وصلها يوم 21 من أغسطس. أوضح المصدر أن زهير تعرض لحادث سير في بيروت ونقل إلى المستشفى وتلقى الإسعافات الأولية قبل أن يغادر على الفور المستشفى دون فتح أي تحقيق بهذا الحادث. من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق أو ما تعرف إعلاميا بسرقة القرن الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته. كما أشار المصدر الأمني إلى أن لبنان تلقى اتصالا من السلطات العراقية للاستفسار عن زهير وكيف دخل لبنان بجواز سفر عربي آخر غير العراقي وكيف غادر إلى تركيا. وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية اللبنانية لم توقف زهير لأن لا إشارة حمراء صادرة عن الإنتربول بحقه في مطار رفيق الحريري الدولية. رغم حدوثها منذ سنوات لا تزال تفاصيل ما تعرف بسرقة القرن تشغل الشارع العراقي والذي يتفاعل مع كل خطوة في مسار هذه القضية المثيرة للجدل. القصة ترجع إلى عهد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وهي مستمرة حتى الآن بعد أن كشفت السلطات عن اختفاء ما يعادل مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، لتتحرك حينها هيئة النزاهة والسلطة القضائية للتحقيق في هذه القضية مصدرة عدة أوامر قبض قضائية. كان أول هذه الأوامر بحق المتهم الأول نور زهير جاسم المظفر الذي ألقي القبض عليه في 24 من أكتوبر عام 2022. هو رجل أعمال عراقي وهو المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة وهو المستشار بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة. السلطات القضائية إذن حينها قررت الحجز على أموال زهير وأحالت إلى محكمة الجنايات برفقة متورطين آخرين، لكن وفي مطلع العام الماضي أصدر القاضي المختص بسرقة القرن أمرا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة وأعاد ربعه المبلغ المسروق مقابل تعهده، أي تعهد نور زهير بإعادة كامل المبلغ لاحقا، مع تحديد 27 من الشهر الجاري موعدا للجلسة الثانية للمحاكمة. وإذن الشكوك الآن حول هذا المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير وإمكانيات حضوره فعلا بعد تعذر حضوره للجلسة الأولى بسبب سفره خارج العراق. تداولت مواقع التواصل صورا لنور زهير وهو مصاب نتيجة حادث سير في لبنان وسط تشكيك بحقيقتها واعتبارها سيناريو من صنع زهير نفسه لتجنب حضور جلسة المحاكمة
المرتقبة. إذن على أي حال التحقيقات في هذه القضية بدأت في عهد حكومة الكاظمي وتحديدا في آخر شهرين من عمرها. حصلت الحدث على وثائق تبين هذه المخاطبات الرسمية بين حكومة الكاظمي والجهات الرقابية بضرورة وقف صرف الأمانات الضريبية. ففي أغسطس من عام 2022 أصدر خطاب من مكتب الكاظمي إلى هيئة النزاهة بدائرة التحقيقات يشير إلى عملية إعادة الأمانات الجمركية والضريبية الخاصة بتجار ومستوردين يشوبها فساد متعلق بقسم المحاسبة بالهيئة العامة للجمارك. وكتاب آخر بتاريخ 26 من أكتوبر عام 2020 من مكتب الكاظمي إلى البرلمان يشير فيه إلى الإجراءات والمخاطبات الرسمية لوقف الصرف للأمانات الضريبية. لا يتبعه كتاب آخر بتاريخ نهاية أكتوبر من العام نفسه موجه إلى هيئة النزاهة من مكتب الكاظمي ويؤكد ضرورة الإسراع بالتحقيق بملف الأمانات الضريبية. كما أصدر مكتب الكاظمي وثيقة في 20 من أكتوبر عام 2022 موجهة لوزارة المالية بشكل عاجل وفوري تؤكد ضرورة عدم الصرف لحين استكمال هذه التحقيقات. إذن لمناقشة هذا الملف لنناقش هذا الملف سرقة القرن من عمان ينضم إلينا الباحث القانوني السياسي أمير الدعمي، ومن بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور العرار، وكذلك ينضم إلينا القيادي في الحكمة ينضم إلينا رحيم العبودي، ومن بغداد عضو مجلس النواب العراقي الدكتور ماجد الشنكالي. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. لضيوفنا الكرام نتحدث عن سرقة القرن إذن، ولكن لنتحدث عن آخر التفاصيل والمستجدات، وأبدأ من الدكتور ماجد. دكتور ماجد، كيف لمطلوب للقضاء العراقي في قضية كبيرة سرقة القرن أن يتحرك بهذه السهولة وأن يخرج إلى لبنان ثم الآن إلى تركيا؟ في البداية تحية طيبة لك سارة ولضيوفك الكرام ولمشاهدي برنامجكم الكرام. في الواقع عندما تم تكفيل المتهم نور زهير كان لغرض أن يقوم خلال فترة معينة بإرجاع كامل المبلغ الذي لحد الآن لا نعرف القيمة الحقيقية له. أحيانا يقولون 2.5 مليار، أحيانا يقولون أكثر من ذلك بكثير. لذلك أعتقد بأن هناك غموض كثير أو كبير جدا يكتنف هذا الأمر، لأن لحد الآن لم تصلنا مستندات رسمية بالقيمة الحقيقية للمبالغ التي سرقت من الأمانات الضريبية التي تعود لشركات لتجار للكثير من الذين تعاملوا مع الحكومة العراقية. قضية تكفيله كانت لغرض بأنه سيعمل على استرجاع كامل الأموال، ولكن يجب أن تكون هذه الكفالة محصورة بأن يكون يسكن في داخل العراق ويحدد من يأتون إليه ويخرجون من عنده لتسهيل أمر أن يقوم سواء ببيع العقارات سواء بتسهيل أمور المالية إلى الدولة، أما أن يكفل ويخرج خارج العراق ويسافر على راحته إلى لبنان وإلى تركيا وإلى الأردن، هذه ليست كفالة. وأنا أقول لك من هنا، لا أقول جازما ولكن أقول بشكل كبير جدا، أعتقد بأن نور زهير لن يحضر محاكمة يوم 28، مع أنه في المقابلة الصحفية الأخيرة قال يعني أنه سيحضر ووعد. أنا بالنسبة لي باعتقادي، لا أستطيع أن أقول جازما، لا أعلم ذلك إلا الله، ولكن باعتقادي واعتقاد شبه مؤكد بأن نور زهير لن يحضر محاضرة يوم 8 محاكمة يوم 28 من هذا الشهر. نعم، سنتحدث عن الشق القانوني. سيد ماجد الشنكالي، ذكرت مسألة مهمة بأنه يتحرك فعلا بهذه السهولة مع أن ثمة مسار قانوني واضح. هنا أنتقل للسيد أمير باعتبارك قانوني. سيد أمير، ضيفنا من عمان، ألا نعرف نحن طريقة تحرك هذا المتهم في سرقة القرن؟ المتهم الرئيس في السرقة هو ما زال متهم في الحقيقة، ربما يبدو مبرر، ولكن أن لا يعرف العراق كدولة كيف يتحرك ويسأل السلطات اللبنانية كيف وصل إلى لبنان وكيف تحرك ووصل إلى تركيا لاحقا، هذا يبدو أمر غريب. هل هناك مذكرة قدمها العراق للإنتربول لتحديد حركة أو منع تحرك هذا المتهم؟
تحية لك سارة وتحية لضيوفك الأكارم ومشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هو قبل ما يكون ببيروت أو يسافر إلى تركيا هو كان في دبي وكان يعني يمارس حريته يعني بمنتهى الطلاقة. نعم. وهذا يرجع إلى أنه كان هناك اتفاق أو مقايضة، وهو لأول مرة ما يحدث بالدولة العراقية أن يتم مقايضة متهم مقابل إرجاع أموال حريته، مقابل إرجاع الأموال، وهو ما خرج به دولة رئيس الوزراء عندما قال أنه سيتم تكفيل المتهم على أن يتم استرجاع الأموال خلال أسبوعين، ومضت الأسبوعين إلى مدة سنتين، وبالتالي تعذر حضوره أمام المحاكمة، أمام المحكمة لمحاكمته، وأجلت إلى يوم 28. وتفاجأنا يوم أمس أنه يقال أنه تعرض إلى حادثة. المشكلة يعني هناك من يركز على نور، قد يكون نور زهير هو المتهم الرئيس كما تفضلتي، لكن أيضا هناك متهمين آخرين هم الآن قيد التحقيق لشركات شاركت وساهمت بسحب هذه الأموال الضريبية. لكن هناك من يحاول أن يركز على نور زهير بالذات. نور خرج في مقابلة تلفزيونية وذهب إلى أن هذه الأموال هي أموال لشركات تابعة وتم شراء صكوكها، الشيكات، وأنه ليس هي أموال دولة. وبالتالي هو نسأل هنا، هل كانت هذه فعلا أموال شركات؟ هل كان هناك تحريك للشكوى من قبل الشركات؟ سيد أمير، هذه دعنا نؤجل هذا السؤال قليلا سيد أمير. نعم. ولكن أعجبني فقط لأنه لغاية الآن لا نعرف فعلا إن كان هناك مذكرة للإنتربول تمنع تحرك زهير أم لا، أو نور. لا 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 لا، شوفي، لا يوم لا 28 إذا لم يحضر نور زهير، نعم، يوم 28 إذا لم يحضر نور زهير، أما يتقدم وكلاء المتهم بطلب لتأجيل الدعوة لحين حضوره، وهنا قناعة المحكمة بقبول الطلب أو رفضه، أو أن المحكمة تصدر تلغي الكفالة وتصدر أمر تجري المحاكمة غيابيا وتحكم على نور زهير، ويتم إصدار إشارة حمراء بالإنتربول بإلقاء القبض عليه وجلبه للعراق. نعم، إذن لا مذكرة، لا إشارة حمراء الآن تمنع تحرك المتهم الرئيس في هذه القضية. هنا أنتقل لسيد رحيم العبودي من تيار الحكمة. سيد ماجد الشنقالي قال إنه لا يعتقد بأن نور سيحضر للعراق وسيحضر هذه الجلسة المقررة في 28 من هذا الشهر. تابعت ربما المقابلة، لا أعلم كنت تابعتها وإن كنت على الأقل اطلعت على بعض التصريحات فيها. هل تعتقد فعلا بأنه سيعود؟ وماذا يعني بأن متهم رئيسي في قضية كبيرة في العراق ربما لن يعود ليحضر هذه الجلسة ويحضر محاكمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، التحية لضيوفك الأكارم ولمشاهديكم. ست سارة، في الحقيقة يبدو لي أن هذه القضية يراد لها أن تعصب برأس هذه الشخصية، وبالتالي أعتقد يتم تصفيتها مستقبلا لإنهاء أي خيوط قد تدل على الفاعلين الأساسيين واللاعبين الأساسيين خلف هذه القضية. هذه القضية يبدو أنها تعود لحقبة السيد الكاظمي والفريق الوزاري الذي كان في حينها موجود، وهناك أربعة مذكرات حمراء ضد وزيرين والمستشار ورئيس المكتب الخاص السيد الكاظمي، وكذلك مستشار أحد مستشاريه الآخرين. بالتالي إذن أربعة رموز رئيسية هي في قائمة الأنتربول الآن، وأعتقد أن الأيام القادمة سوف يتم جلب هؤلاء الشخصيات للتوضيح والتحقيق معهم عن خلفية ما حصل من كتب رسمية ومن وثائق هي تدل دلالة واضحة على أن هذه القضية رتبت بشكل يعني قريب من القانوني، ولكنه بشكل مزور بالتأكيد، لأن هذه الأموال هي أموال دولة، أموال رصينة لا يمكن الاستهانة بها ولا يمكن الاستهانة بالقانون العراقي بهذه الطريقة. ما حصل من عملية معالجة لهذه القضية أعتقد جازما أنه المادة 316 هي لا غير يعني غير دقيقة فيما يخص الاتهام، لو كان هذا الاتهام موجه للسيد نور زهير كونه يعني غير مسؤول عن هذه الأموال أو لا توجد له صفة وظيفية، أما الآخرين نعم، لكن هذه المادة القانونية تتحمل أكثر من مما قد يصدر من سجن لمدة 10 سنوات أو أقصى 15 سنة كما حصل مع بعض المختلسين. وهنا تقصد الاختلاف في توصيف ما يجب جنحة أم جناية.
نعم، وهذا يعني بصراحة هذا الرقم من وهذا الحجم من السرقات لم يعالجه القانون العراقي رقم 111 لسنة 69. نعم. أعتقد أنه نحن بحاجة إلى تعديل للقوانين، تعديل لأنه أصبح حجم السرقات بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هناك سرقات أكبر. نعم. يتم الطمطمة عليها من ويجب أن تكون هناك معالجات في البرلمان وكذلك من قبل الحكومة. ربما هذا جاء في إطار كذلك المقابلة الصحفية لنور زهير، سأعود إليها وسأعود إلى سؤالي لضيفنا زياد العرار لاحقا، ولكن تفضلوا بالبقاء معنا. نتعرف أيضا إذن على المتهمين الآخرين في هذه القضية سرقة القرن. ما إن كشفت قضية سرقة القرن اتخذت محكمة تحقيق الكرخ برئاسة القاضي ضياء جعفر عددا من الإجراءات القانونية بحق أسماء تكرر ذكرها في التحقيقات، بينهم مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاون مدير عام الهيئة. كما أكد القاضي جعفر إصدار مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات مع إجراء سلسلة من الإجراءات الاحتياطية، ووضعت المحكمة يدها على أغلب أموال هيئة الضرائب المسروقة والتي لا يزال معظمها داخل العراق. كما تم حجز رأس مال مودع بأحد المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي. القاضي جعفر قال إن الأموال المهربة خارج العراق غير معروفة باعتبار أن قيمة المبلغ المهدور غير واضحة، وما تم الإعلان عنه هو قيمة المبالغ المصروفة حقيقة. أما رئيس هيئة النزاهة بالعراق القاضي حيدر حنون فأكد أن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير إلى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم. حاليا هي محكمة تحقيق حالة القضية الأولى، هاي تخص نور زهير. طبعا يوجد متهمين آخرين موقوفين، بعضهم مكفلين، كذلك اختلافات الوصف القانوني. طبعا الكتاب اللي سرب للمحكمة كان فيه خطأ تم تصحيحه، لأن الوصف القانوني لجريمة المتهم نور زهير جاسم هي وفق المادة 444 على 11 من قانون العقوبات وليس 331 من قانون العقوبات، يعني هذه تخص الموظفين. أما القطاع الخاص ومن يعمل بسرقة المال العام هي 444 على 11 وهي جناية وليس جرحة، المادة الأولى هي جرحة. ونعود لمناقشة إذن هذا الملف. سرقة القرن في العراق نحو مليار أو 2.5 مليار دولار. إذن من عمان نرحب مرة أخرى بالباحث القانوني والسياسي أمير الدعمي من بغداد، المحلل السياسي الدكتور زياد العرار، ومرة أخرى من بغداد العاصمة العراقية القيادي فتاي الحكمة رحيم العبودي، ومن بغداد عضو مجلس النواب العراقي دكتور ماجد الشنكلي. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا النقاش وهذه التغطية لهذا الملف العراقي المهم. ولكن إلى السيد زياد، حينما يجي الحديث عن نور زهير ليس لوحدها المتهم، أين البقية؟ شكرا ست سارة، سؤال جوهري وتحياتي لحضرتك وللمشاركين. إذا كان السيد نور زهير هو رأس الصفقة والسرقة والاحتيال والتزوير والنصب، فهناك غاطس كبير من عملية الفساد. هو الواجهة وهو الظاهرة وهو الحالة التي تم فيها عملية التزوير والسرقة والاحتيال والنصب وكل شيء لهذه المبالغ الكبيرة التي كما ذكر ضيوفك وذكرت حضرتك لا يعرف فعلا قيمة المبلغ الذي تم أخذه. من مع زهير؟ من يقف خلفه؟ من يسنده؟ لماذا يراد أن تجر المسألة إلى قضية سياسية، إلى ملف سياسي؟ ليش؟ شنو السبب يعني؟ كمواطن عراقي نتساءل، القضاء موجود؟ هيئة النزاهة، مجلس القضاء الأعلى، طبعا مجلس القضاء الأعلى والنزاهة يلتزمون الصمت لأن هذه إجراءات حقيقية. حتى نحن الآن نتحدث بعيدا عن الإجراءات القضائية، نتحدث عن الرؤية السياسية ونتحدث عن الكيفية التنفيذية اللي حصلت بها ملابسات ما بعد اعتقال نور زهير. نور زهير اعتقل في زمن حكومة الكاظمي، لماذا الحديث فقط عن حكومة الكاظمي؟ لماذا الحديث فقط عن نور زهير وعن بعض الشخصيات التي وردت في الاسم؟ ولماذا ذهب نور زهير إلى لقاء تلفزيوني موسع؟ الرسالة التي أراد أن يطلقها نور زهير كانت واضحة، أنني ومعي آخرون كثر، وهذا اللي أنا أسميه بالغاطس تحت الجليد من المشتركين في هذه العملية الكبيرة. دكتور لذلك زياد يجب أن تكون تلمحون، وخاصة أنت الدكتور زياد وقبله كان يتحدث كذلك على ما أعتقد ليس السيد أمير ولا السيد ماجد، ولكن كان كذلك ضيفنا سيد رحيم هو الذي
ألمح إلى ربما تفسيرات أخرى، ولكن دون أن تتحدث حقيقة ما الشق السياسي في هذه القضية. حينما يقول هذا المتهم الرئيس، يقول في تصريحه في هذه المقابلة الصحفية إن القضية جرى تضخيمها وربما هي لتغطية ملفات أخرى. دكتور زياد، في هذه الحالة تعتقد فعلا بين ما قيل فيه جانب من الدقة أو الصحة؟ هذا الرجل ذكي جدا وبارع في عملية النصب والاحتيال والسرقة. هو يتحدث عن جزئية في عملية السرقة التي قام بها ونفذوه معه شركاء في مؤسسات حكومية وفي دوائر مالية كبيرة يتبعون لوزارة المالية بشكل واضح، ويحمو بعض الشخصيات السياسية التي لم يكشف عنها لحد هذه اللحظة. هو يتحدث عن جزئية أنه أخذ أموال الشركات التي أودعت مبالغ التأمين بتوكيل منها. هو يتحدث بهاي الطريقة، احنا نفهم ما يعنيه، ولكن هو بالأساس والشركات ليس لهم الحق في سحب هذه الأموال. نعم. لأن هذه الأموال يتم سحبها بعد المحاسبة الضريبية. أما لماذا يتم التلميح يا سيدة سارة؟ لأن هذه العملية لا يمكن أن يقوم بها نور زهير دون أن تكون لديه قوة سياسية تحميه، أو لديه أطراف كثيرة مشتركة معه في هذه العملية التي تعد عملية منظمة كبيرة. هذه جريمة منظمة ستسارة بمستوى عالي من الدقة، بحيث يتم النصب والاحتيال والسرقة والتزوير على أكبر مؤسسات الدولة وأكبر مصارفها. القضية لا تعتمد على الضريبة فقط، المصارف والضريبة والحكومة، وهناك أيضا مستويات أخرى، وهناك تقارير قديمة. نعم. والحقيقة السرقة مو جديدة، يعني هذه العملية من مثل ما تفضلتي حضرتك من 2015 2016 2017 18 19 وهكذا إلى أن كشفت في زمن حكومة الكاظمي، في آخر حكومة الكاظمي، وتم إيداعه للسجن. أتحدث عن جزئية إذا سمحتي لي، عملية عملية القرار القضائي بالإفراج، وهذا سؤالك الأولي، عملية القرار بالكفالة عنه، هذا موضوع قضائي لا ندخل فيه، لا نتحدث فيه. نعم. لأنه هذا يأتي وفق المواد القانونية وأصول المحاكمات، ولكن من حق الدولة ومن حق الحكومة، سواء الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني أو الحكومة اللي قبله، أن تعقد صفقة لتستعيد هذه الأموال. هذا مهم جدا ومعمول به في أكثر من دولة في العالم. صفقات مع رجال الأعمال المتورطين في شبهات فساد بالفعل هي تجارب سابقة، ولكن الحديث الآن لماذا خرج؟ نعم. ربما لن يعود، وهل يمكن أن يحصل العراق على هذه الأموال إن لم يعود؟ ولكن قبل ذلك أنتقل إلى سيد ماجد شنكالي في شق آخر يتعلق بالشق السياسي الذي تحدث عنه الدكتور زياد، وقبل ذلك السيد رحيم عبودي. السوداني يقول أن خطورة سرقة الأمانات الضريبية وهذه القضية، الخطورة تكمن في وجود فئة، وهذا كان تصريح لقناة الحدث، قال إن ثمة فئة محمية من جهات سياسية للتجاوز على المال العام، وذلك بسبب ضعف الإجراءات وغياب الردع. دكتور ماجد، ما الذي يفهم من هذا التصريح؟ أسمع يعني سسارة بوضوح، أولا هذا موضوع كبير جدا، يعني موضوع التحاسب الضريبي وسرقة الأمانات الضريبية، لا يمكن أن يسحب أي مبلغ من أي أمانات ضريبية بدون أن يكون تحاسب ضريبي. وكما ذكر تقريركم كان موجود سرقة أيضا في عام 2015، السيد رئيس الوزراء حينها انتبه لذلك، أكد وبكتاب رسمي يجب أن تدقق الأمانات الضريبية والتحاسب الضريبي من خلال ديوان الرقابة المالية. في عام 2020 في الدورة الرابعة رئيس اللجنة المالية بكتاب رسمي أرسل إلى الكاظمي طلب بإلغاء مسألة تدقيق الأمانات الضريبية من قبل ديوان الرقابة المالية. هذا أول الخيط. المسألة الأخرى بالتأكيد نور زهير يقولون أنه ذكي، يعني من خلال لقاء الإعلامي لم أرى له أي ذكاء، وكان شخصية بسيطة جدا ومتواضعة جدا من الناحية العلمية ومن الناحية حتى النفسية والسيكولوجية، ولكن حقيقة يقف وراء نور زهير شخصيات متنفذة. لا يمكن سرقة هكذا أموال في وضح النهار ومن مصارف كبيرة بقيم تتجاوز الأحيانا 200 و 300 مليون يوميا وبصكوك كثيرة جدا، إن لم يكن وراءها متنفذون يستطيعون
أن يأمروا هذه الجهات بصرف هذه الأموال. اليوم إذا تذهب إلى البنك في أي بنك في العراق تسحب 250 مليون يقول لك تعال بعد 72 ساعة سنرسل إلى البنك المركزي حتى ينطوك أموالك أنت، يعني إذا تسحبها مو أموال لا تحاسب ضريبي ولا أمانات ضريبية. لذلك المسألة هي أكبر من نور زهير، وظهور نور زهير في الإعلام كان رسالة واضحة إلى الجهات التي كانت معه. وأنا أقول لك نور زهير أعاد ما يقارب 11% من المجموع اللي ذكر أساني. بالنسبة لي المجموع واضح، أنتوا تقولون 3,700,000,000، كل اللي عائد هي 400 مليار دينار، يعني تقترب من قيمة 11 إلى 12%. لديك أرقام وأنا مختلفة؟ أقول لك نور زهير في أقصى حالات دكتور ماجد لديك أرقام مختلفة؟ أنا حسب ما أسمع بأنه أكبر من هاي، لا أنا حسب ما أسمع بأنه أكبر من هاي الأرقام. أنا ما عندي أي رقم. المفروض هسه دائرة الضرائب تقول لنا الأرقام الحقيقية، كل ما يقال هي معلومات غير مؤكدة. نعم. سواء كانت من العربية سواء كانت من وسائل إعلام أخرى، مجرد تخمينات. أحدهم يقول 2.5 مليار، أحدهم يقول 3,700,000,000. لا أنتوا موثوقة دكتور ماجد. الأموال سحبت من حسب من المعلومات يقال أكثر. دكتور ماجد الأموال سحبت من بنوك رافدية. طبعا سحبت من بنوك حكومية، من مصارف من بنوك حكومية. سحبت من بنوك يعني أو نقصد عامة هي تابعة للدولة العراقية. هذه أكو مبالغ أكثر من هذه، يعني هسه كل المبالغ المسترجعة تقريبا 12%. وأنا أكد لك بأنه حتى لو نور زهير أراد إرجاع كل الأموال التي في ذمتي لن تساوي أكثر من 20%، اللي هي حصته 80%، مو من حصته 80%، تم توزيعها على شركاء آخرين مثل ما قال أحد الأخوة، هذا الذي غير ظاهر. يعني هسه نور زهير إذا التزم وبكل ما يملك أن يعيد كل اللي سرقه ما راح يقدر يرجع أزيد من 20%، أقصى حالاته 25، لأن البقية مو يمه فما يقدر يرجعن أساسا. وزعت داخل العراق، لم تهرب للخارج، وزعت على من هم متورطين أيضا في القضية بحسب اعتقادك. يعني بالتأكيد وزعت على شركاء، وزعت على من سهل هذه العملية، وزعت على من كان هم معه في العملية لتسهيل هذا الأمر. وأني بصراحة لأن واضح الأمر، إحنا لحد الآن مر هو كان أسبوعين، مر ما يقارب هسه تقريبا سنة وثمان أشهر، كل اللي عائد حسب تصريح هيئة النزاهة هو 400 مليار دينار. نعم. معناها 12%، معناها إحنا لازلنا ننتظر 3,300,000,000,000. فلذلك أنا أقول بأن نور زهير لا يستطيع إعادة الأموال، وحسب اعتقادي لن يحضر حتى جلسة 28. وعلى الأكثر في النهاية مصير نور زهير سيتحدد بشكل خطر جدا. تصفية، تقصد تصفية؟ يعني على الأكثر هذا ما سيكون مصيره. سأنتقل هنا إلى سيد أمير، معنا السيناريو الذي تتحدث عنه يبدو خطيرا سيد أمير، ولكن في الشق القانوني لدينا فرضيات ولدينا سيناريوهات. هو يتحدث هذا المتهم الرئيس في هذه القضية عن محاكمة علنية، ولكن هو إلى غاية الآن لم يصل إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة أو ليكون حاضر في هذه الجلسة. لنتحدث عن الفرضيات أولا باختصار شديد. محاكمة علنية، هل هناك شيء قانوني فعلا يسمى محاكمة علنية في مثل هذه التهم أو القضايا؟ يعني أولا هو جميع المحاكمات هي محاكمات علنية يحضرها جميع الناس، ربما يقصد علنية في الإعلام، مصورة منقولة. نعم العلنية موجودة، لكن ممكن أن تكون منقولة على القناة الرسمية العراقية، هذا بحث آخر وهذا يرتئيه القضاء يوافق أو لا يوافق. نعم. السيناريو الثاني بأن لا يعود إلى العراق أساسا، في هذه الحالة ما المسار القانوني الذي يمكن أن يتخذ من العراق؟ شوفي خليني أعلق على دكتور زياد، قال أنه ممكن أن يتم المقايضة وهذا ما يحصل في جميع الدول. إحنا بالعراق عندنا قانون العقوبات العراقي وأصول محاكمات جزائية. مثل هيك سرقات أول شيء توضع عليه الدولة أو القضاء يوضع على الأموال المنقولة وغير من إشارة حجز، يحجز على أمواله، ومن ثم بعد ذلك إذا تم إدانته يتم بيع هذه الأموال أو مصادرتها إلى الدولة، وإذا لم يتم إدانته ممكن أن ترجع هذه الأموال. اللي حصل أنه تم إلغاء الكفالة وهو الجواز القانوني ورؤية للقضاء العراقي، والشق الثاني أنه رفع إشارة الحجز على أن يتم استعادة هذه العقارات بتصريفها أموال، وما أعرف إذا كانت ما عاد نور زهير هو تصريف لهذه الأموال أو غيرها. بالتالي إذا لم يعود إلى العراق
ولم ترضى المحكمة في يوم 28 بطلب تأجيل الدعوة من قبل وكلاء المتهم لأي عذر كان، ممكن أن تجرى محاكمته غيابيا ويتم الحكم عليه وفق المادة القانونية 444/11، وأن يتم مصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة مع وضع إشارة الحجز وإشارة الأنتربول إشارة الحمراء. نعم، السيناريو الثالث سنتحدث عنه ربما إن كان عاد، وما أقصى حكم ربما يسلط عليها ويسلط على المتهمين الباقين. ولكن الآن لنتعرف، ضيوفنا الكرام وتفضلوا بالبقاء معنا، على تفاصيل أخرى متعلقة بهذه القضية. كيف اكتشفت وزارة المالية العراقية تفاصيل سرقة القرن؟ إذن تلقت وزارة المالية العراقية شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، ليقوم بعدها القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبد الجبار بإجراء تحقيق داخلي، والذي أثبت هذا التحقيق أن الهيئة العامة للضرائب دفعت بشكل احتيالي حوالي 2.5 مليار دولار لخمس شركات وهمية، وأن تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 صكا صرفوا نقدا خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 إلى 11 من أغسطس من عام 2022، وسحبت من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. كشفت التحقيقات أيضا أن حساب الهيئة الذي ضم مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب تراجع إلى 100 مليون دولار فقط، في حين أثبت تحقيق أو تدقيق لاحق للجنة المالية في البرلمان العراقي وجود سرقة للأمانات الضريبية، وأن رئيس اللجنة آنذاك هيثم الجبوري متورط بالقضية. وقد حصلت الحدث على خطاب وجهه الجبوري إلى مكتب وزير المالية بتاريخ 13 من يوليو في 2021 بخصوص تسهيل صرف الأمانات الضريبية. وفي الوقت الذي ما زالت سرقة القرن دون حكم نهائي، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد الشيخ السوداني في لقاء سابق مع الحدث أن خطورة سرقة القرن تكمن في وجود فئة محمية من جهات سياسية تمتلك ضوءا أخضر للتجاوز على أموال الدولة. خطورة سرقة الضمانات الضريبية من وجهة نظري أن هناك نوع أو فئة من الموظفين من المسؤولين محمية من بعض الجهات السياسية عندها قرار أنه تتجاوز على المال العام بذاك الحجم الذي حصل مع الضمانات الضريبية، وهذا الأخطر. هذا منين إجا الشعور لهذه الفئة لهؤلاء السراق؟ من ضعف الإجراءات في محاسبة والردع المطلوب، لأنه لو كان هناك ردع حقيقي ما يتجرأ لا هذا المتهم ولا غيره في التجاوز على المال العام. بأن تكون محاكمة نور زهير هي محاكمة علنية من أجل الكشف عن الكثير من الأشياء المخفية على الشارع العراقي، وربما إذا كانت هناك محكمة علنية بهذا التوقيت ربما ستفجر الكثير من المفاجآت. موضوع غريب عجيب، يعني موضوع بمفارقات هواية بتساؤلات هواية، يعني يطلع هذا الرجل يقول أنه أنا هاي عندي حقوق وعاني عندي أدلة يساوم بها الآخرين، وهو من حقه حقيقة أنه يدافع عن نفسه في حين هو إنسان سارق. حقيقة شخصية نور زهير أو غيره يعني متكررة، مو شخصية لأول مرة تمر على العراقيين. على مدى كل الحكومات المتعاقبة كان هكذا أشخاص، لكن لربما بأسماء مختلفة، يعني ما معناه أنه بين قوسين الفساد والسرقات موجودة. أما تصريحات يطلعوا الرجل يعني مبتز أو إن كان حرامي أو غيره، فهذا طبعا يعني أنت يعني يعطونا المجال إذا ما أكو واحد داعمه أو سانده، ما ممكن هو هيك شخص يسرق أو يتجاوز على المال العام إذا ما أكو ناس وشخصيات خلفية قوية وراه. هذا مسيطر على الحكومة العراقية أن تجيبه، أكو الانتربول، هذا سارق والسارق يجب أن يحاكم بالقانون.
إذا كنا نستمع لآراء الشارع العراقي ونعود لهذا النقاش المتعلق بسرقة القرن مع ضيوفنا رحيم العبودي مثل الحكمة زياد العرار أمير الدعمي وماجد الشنكالي. أهلا بكم جميعا مرة أخرى، ولكن أنتقل الآن السيد رحيم، ربما استمعنا لآراء الشارع العراقي السيد رحيم العبودي ويقولون إنها ليست استثناء هذه القضية. نور زهير نموذج متكرر تابعنا في 2015 وبعد ذلك في أوقات سابقة وفي ظل حكومات وأنظمة سياسية مختلفة في الداخل العراقي. إذن الآن ما الذي يجعل هذه التجارب وهذه السيناريوهات متكررة؟ غياب الرادع القانوني، التدخلات السياسية، ما الذي يجري؟ في الحقيقة الفساد أصبحت له مافيات، ويعني لربما جهات متنفذة ضالعة في هذا الموضوع، ولربما يعني تغطت بأغطية مختلفة، منها قانونية، منها سياسية، منها أيضا بعضهم راح أبعد أنه كانت غطاءات دولية يعني وليس فقط داخلية. بالتالي هذه القضية أعتقد هي موجودة في ظل البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء، وكان دائما مع حديث السماحة مع سيد السوداني على أن يركز في قضية التقليل من الفساد، تحجيم الفاسدين، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لكن تعلمون أنه تغول هذه المافيات، تغول هذه الجهات المتنفذة، أصبح لديها القانون والتحايل على القانون سهل جدا، وباستخدام أدوات وهي الموظفين الضعفاء، والمادة تلعب دور كبير جدا في هذه القضية بشكل واسع جدا، مما نعم. أنه المادة القانونية يعني لا تذهب أكثر من 5 سنوات 10 سنوات في ظل مبالغ كبيرة جدا، سرقات للأموال العامة، لاختلاسات شهدناها من قبل الكثيرين متنفذين على بنوك حكومية، متنفذين على بنوك يعني لها تعاملات مع الدولة، وكثيرين مدراء عامين إلى آخره. هذه لم تأتي من فراغ، تأتت من ما تطرق إليه دولة رئيس الوزراء، وبالتالي نعم. أعتقد أن المعالجات هي ما تهمنا، وما يهمنا الدور الرقابي والدور نعم. الذي تقوم به الرقابة المالية، البرلمان العراقي. نعزز ونؤكد عمل المؤسسات وخصوصا القضاء، ولدينا ثقة كاملة بالقضاء العراقي أنه يستطيع أن يضع الفاسدين نعم. وسيد رحيم، هم الشعب العراقي تسترجع هذه الأموال. كان يتحدث الدكتور ماجد الشنكالي بأن ربما لن يسترجع الكثير، نحو 20% 80% وزعت على شركائه ربما، وهذه ليست القضية الوحيدة، فمليارات من الدولارات كانت نهبت من المال العراقي. هنا أنتقل للسيد أمير في الشق القانوني. دائما سمعنا منذ قليل السيد أمير لتصريح رئيس هيئة النزاهة الذي تحدث عن وجود متهمين آخرين بسرقة القرن، وقال أن بعضهم تمت كفالتهم. في البداية لنتحدث عن تعليقك على هذا التصريح فيما يخص كفالة بعضهم، وأين هم متواجدون فعلا؟ يعني هو الجواز القانوني موجود وفق أصول المحاكمات الجزائية، وحسب رؤية المحكمة وقناعتها ممكن أن يكون الكفالة موجودة، وممكن أن يكون هناك منع للسفر، إشارة منع السفر، وحسب قناعة المحكمة ممكن أن تضع إشارة منع السفر وممكن أن لا تضع إشارة منع السفر. لكن خليني ست سارة أعلق تعليق سريع يعني على كلام أستاذ زياد، أنه خليه شوية جانب سياسي نوعا ما. المشكلة أن هناك من يحاول أن يجر هذه القضية إلى محور سياسي، مع العلم هي سرقة بامتياز وفيها شركاء، لكن هناك من يحاول أن يجعل من حكومة الكاظمي الشماعة، وأن يجعل أو يشيطن حكومة الكاظمي كحكومة مدنية آنذاك. تعرفين بعد 20 سنة من الحكم الإسلامي السياسي جاءت حكومة الكاظمي كحكومة مدنية، وهناك من يحاول أن يجعل من هذه السرقة هي بخانة حكومة الكاظمي أو مسؤول عنها حكومة الكاظمي، مع العلم لو جئنا إلى الهرم الوظيفي أن الهيئة العامة للضرائب لا ترتبط بارتباط مباشر مع رئيس الوزراء وليس لها علاقة، أن أول من كشف وحسب كتبكم الآن اللي عرضتوه حضرتك، أول من طالب بإجراء التحقيق إلى هيئة النزاهة هو مكتب رئيس الوزراء، وأكد بكتاب ثاني وكتاب ثالث، أن أول من فاتح ديوان رقابة المالية وسأل عن مسألة كيف يتم إجراء الكشف عن هذه الأمانات الضريبية وجاوب رئيس الوزراء وقال له تم محاسبة 22 معاملة
إذن إحنا هنا بالسيف سايد، الحكومة الآن تحاول أن تكشف. إلى أن تم مساءلة مكتب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء من قبل ديوان الرقابة المالية أنه وصلنا كتاب من قبل البرلمان النائب هيثم الجبوري أنه يتم معاملة هذه الأمانات وفق قانون إدارة الإدارة المالية للدولة الذي سن في عام 2019 قبل مجيء حكومة الكاظمي. وكان جواب الكاظمي بعد 3 أيام مكتب الكاظمي في يوم 1/8/2022 بأن يتم إجراء اللازم وفق القانون. نعم، يعني وفق ما مرسوم إليك يا ديوان الرقابة المالية. لذلك أنا أقول اليوم إحنا خلينا نعامل هذه القضية معاملة سياسية، معاملة قانونية قضائية وليس معاملة سياسية. نعم دكتور ماجد، دعني أنقل هذه النقطة للدكتور ماجد. هل فعلا، ولنكن بالصراحة التي تحدث بها سيد أمير، ثمت محاولة للحديث عن هذه القضية من شق سياسي لا قضية أو شق قانوني بحت، باعتبارها سرقة كبيرة لمال الشعب العراقي، استهداف لشخصية ما ربما تكون الكاظمي؟ هل لا بالتأكيد؟ لا لا تختلف مع لا بالتأكيد سيد أمير، كلام واضح. لا 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 أنا ما أختلف معه، بالعكس كلامه واضح جدا بأنه لا يريد تحميل حكومة السيد الكاظمي. حكومة السيد الكاظمي لا تتحمل كل ما جرى. صحيح السرقة جرت في عهد حكومة السيد الكاظمي ولكن تم اكتشافه، ولكن اليوم القضية الآن قانونية وفي زمن هذه الحكومة، وتم تكفيل السيد نور زهير في زمن هذه الحكومة. ولكن بالتأكيد هذه القضية أكبر من أن تكون قضية قانونية سرقة تتعلق بنور زهير، لأنها أكبر من ذلك بكثير. وبالتأكيد هناك شركاء متنفذون سهلوا لنور زهير وغيره مثل هكذا سرقة تعدد 3.5 تريليون أو 3.7 تريليون دينار عراقي. لذلك لابد أن يكون هناك شركاء سياسيين لنور زهير. وحديث السيد محمد الشياع السوداني الذي أدلى لكم به واضح بأن هناك فئات محمية. من أين محمية؟ بالتأكيد محمية من النظام السياسي. نعم، نحو 247 صك مالي لخمس شركات، والسرقة كانت على مدار 11 شهرا. لا نتحدث عن سرقة مفاجئة أو ربما لم تتعدى أيام معدودة. وننتقل للسيد زياد في هذا الشق دائما، هل سينظر عراقيا لهذا الملف؟ ونحن نتابع هذه الصور حول الوثائق التي تحصلت على الحدث والمتعلقة بالكتب التي كانت وجهت لهيئة النزاهة، للبرلمان ولغيرها من الجهات المتعلقة دائما بهذه القضية. السيد زياد، هل سينظر لهذه القضية من شق قانوني بحت؟ هل ستعود هذه الأموال أم تعتقد بأنها ستستغل فعلا سياسيا بدرجة أكبر بكثير في الفترة المقبلة؟ باختصار شديد من فضلك سيد زياد. لا، هي الآن مستقلة سياسيا. نعم، وفي الفترة المقبلة ستتحول إلى ملف سياسي أكبر. سيحاول كل طرف أن يتخذ من هذا الملف ملف تسقيط للطرف الآخر، سيما وأنه إحنا مقبلين يعني على أبواب انتخابات. بدأت الحمى الانتخابية مبكرا في العراق، ستنعكس هذا الملف وهذه السرقة على علاقة القوى السياسية ما بعضها. ستكشف الكثير من الملفات في المستقبل. أعتقد بأن القضاء يقوم بدور عالي المستوى في إبعاد الجانب القضائية والجانب التنفيذية عن الشق السياسي، لكن هي المشكلة بالعراق كل شيء سياسي. زعماء المشهد، القادة، اللي أصحاب القرار يتدخلون في كل شيء، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة. هذا سينعكس أيضا على المستوى العام السياسي في البلد. سيدة سارة، المواطن العراقي مشغول ويتمنى أن يرى تعزيزا لسلته الغذائية، ضمان دوائي جيد. تأتي هذه الملفات وتتحدث عن سرقة كبيرة بدعم سياسي وحماية سياسية من أطراف سياسية كثيرة لم تسمى لحد الآن، لكن الشعب العراقي يعرفها. هذا سينعكس على ثقته بهذه العملية. إذا كانت نسبة المقاطعة 70-75 للانتخابات، قد نراها أكثر، لأنه سيبدأ يتحدث بأنه من يقوم بعملية المشهد، قيادة المشهد السياسي، غير كفوء، لأنه يحمي الفاسدين. وحماية الفاسدين هي السمة الغالبة في المشهد العراقي للأسف. نعم، باختصار شديد السيد رحيم، ستعود الأموال العراقية، سيعود هذا المتهم إلى العراق ليحضر هذه الجلسة لمحاكمته، أم تعتقد بأنها ستختفي بطريقة ما وهذه الأموال ربما لن تعود للشعب العراقي أو للدولة العراقية؟ هناك الكثير من الأموال سرقت من العراقيين
لربما حتى بأيادي دول، والأموال العراقية في الكثير من الدول لم تعاد إلى أصحابها العراقيون، الشعب العراقي للأسف. نعم. ولحد اللحظة هناك أموال في بنوك دولية متحفظة عليها. نعم. لا يستطيع العراق الوصول إليها. هذا وفي هذه القضية آخر. نعم، الموضوع يراد تقديرك وتوقعك يراد أن فقط يحصل في هذه القضية. نعم. تحديدا يراد أن يحصل الأمر كما يقال بنور زهير، وهو شماعة لسرقة القرن. وأعتقد أن السيناريو. نعم. المعد لهذه الشخصية معروف كما قال السيد شنغالي وسبقته بالموضوع، أنه تصفية هذه الشخصية لطمس ملامح هذه السرقة. لكن لا تعلمون. نعم. أن هناك تحقيق كبير جدا في هذا الموضوع، وأعتقد أن الأموال إن لم تعاد بشكل كبير جدا، فدولة رئيس الوزراء مصر على محاسبة الجميع. نعم. أي شخصية لن تكون بعيدا عن طائلة القانون. ولكن سيناريو خطير تتوقعونه لهذا المتهم الرئيس كبيرة. على ما يبدو أغلبكم كان توقع سيناريو خطير. هذه حقيقة. متعلق بالتصفية. هنا أنتقل لسيد أمير باختصار شديد. نعم. ماذا إن ثبتت هذه التهم سيد أمير على المتهم الرئيس نور زهير؟ ما أقصى مدة يمكن أن مدة سجن ستسلط عليه؟ وهل يمكن، هل يملك العراق مسار لإعادة الأموال إن كان بالفعل وزعت على شركائه؟ يعني بالتأكيد إذا ما ثبتت هذه القضية وهي شبه ثابتة تقريبا، أنا أعتقد أن الحكم سيكون وفق المادة 444 على 11، الحكم مقتضاها بالظرف المشدد 10 سنوات، وبالتالي ممكن أن يكون هذا الحكم وارد في قضية نور زهير. أما مسألة استعادة الأموال، نعم قد إن كان داخل العراق أو خارج العراق، إذا ما أثبتت التحقيقات شركاء تم يعني إثبات وجودهم واشتراكهم في هذه القضية، أعتقد سيحاكمون وسيعاد مبالغ من أموالهم إلى خزينة الدولة. على العموم ما زلنا في متابعة لهذه القضية المهمة للشارع العراقي. بالتأكيد هذه الأموال 2.5 مليار دولار ليست القضية الوحيدة، ولكن من بين القضايا المهمة سرقة القرن في العراق. وسننتظر إن كان سيحضر في الجلسة المقبلة في 28 من هذا الشهر. شكرا جزيلا لكم جميعا، كنا في نقاش هذه القضية إذا من عمان، كنت معنا الباحث القانوني والسياسي أمير الدعمي. من بغداد أيضا العاصمة العراقية كان معنا المحلل السياسي دكتور زياد العرار، وكان معنا من العاصمة العراقية القيادي في تيار الحكمة الوطني رحيم العبودي، ومن بغداد عضو مجلس النواب العراقي الدكتور ماجد الشنغالي. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذن تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم.